مدرب حماسي ما عندوش فنيات، لا هو عنده فنيات بس مش بتاع فرق كبيرة، لا هو بتاع فرق كبيرة بس بتاع مشاكل. طب من الآخر كده علشان نبقى عارفين، هو حسام حسن المدرب سوبر هيرو ولا لا؟ حسام حسن يراه الكثيرون أفضل مهاجم في تاريخ الكرة المصرية، وبالتالي كان منطقي وطبيعي إن الكل هيبقى عايز يتفرج على حسام حسن بعد ما يقرر الاعتزال. هل هيقدر يحقق نفس النجاح كمدرب ولا لا؟ علشان نكون بنتكلم بمنطق فلازم نحط بعض المعايير واحنا بنحكي الحكاية. أهمها مثلا إنه القياس هيكون على المواسم الكاملة اللي خاضها حسام حسن مع الفرق اللي دربها، لأنه لا يمكن أبدا إن يكون ماتشين مع الإسماعيلي، 9 مع الاتصالات، 6 مع الزمالك في الولاية الثانية يعتبروا معيار بأي حال من الأحوال. علشان كده يلا بينا نخش سريعا على أول تجربة حقيقية لحسام حسن المدرب مع الزمالك. 2010-2011 موسم قد يكون هو الأجمل في تاريخ حسام حسن التدريبي على الإطلاق، مش بس على صعيد الأداء ولكن على صعيد كل المعايير اللي ممكن تكون بتفكر فيها وانت بتقيم مدرب. المعيار الاول وهو معيار اكتشاف اللاعبين، وهنا بيجي دور حسام في اكتشاف بعض الاسماء زي عمر جابر ومحمد ابراهيم، الاثنين اللي بدأوا معاه في النص موسم بتاع 2009 و2010 وكان ليهم دور كبير مع الفريق. الكل فاكر هدف محمد ابراهيم في المصري في اللحظات الاخيرة، الهدف اللي خلى كل جمهور الزمالك يبدأ يتكلم عن مهارة وموهبة محمد ابراهيم. والكرة مع نادي الزمالك بعد استفاقة للمصري كاد ان يسجل انطلاقة تاني من جديد، عدى ومر فات محمد ابراهيم تاني، هو بمهارته هو بانطلاقته هو بسن الحزام، مش ممكن، عملوها، ايوه عملوها، وبالاقدام البيضاء سجلوها محمد ابراهيم مايكل لو ضرب كرة القدم المصرية. المعيار الثاني وهو معيار تطوير اللاعبين، وهنا احنا بنتكلم تقريبا عن افضل نسخه من شيكابالا، تحول جذري في مسيره حسين ياسر محمدي بالكامل ونسخه مفاجاه لكل المتابعين من احمد جعفر. لكن هنا لازم نقف وقفه مهمه، حسام حسن مع الزمالك ومع المصري لازم يكون فيه ملحوظتين اساسيتين واحنا بنحكي حكايته معاهم. اولها انه الفرق دي على الصعيد الهجومي ارقامها كانت عاليه جدا جدا. موسم 10-11 الزمالك كان الاقوى هجوم ب 49 هدف رغم عدم فوزه بالدوري، مع المصري كان الفريق بيسجل على الاقل 50 جول في الموسم، وما كانش فيه فريق بيعدي الرقم ده غير الاهلي بطل الدوري، ومره واحده كان مصر المقصه، بمعنى انه المصري كان في الثلاث مواسم هجومه اقوى من هجوم الزمالك مثلا اللي ميزانيته بالتاكيد كانت اعلى. الملحوظه الثانيه وهي نتيجه للملحوظه الاولى، وهي انه فرق حسام حسن سواء الزمالك او المصري او حتى الاتحاد كان دايما بيكون فيه واحد من الفرق دي موجود في التوب 6 لهدافي الدوري المصري. احمد جعفر وشيكابالا كانوا موجودين في موسم 10-11، كمان احمد رؤوف كان موجود في موسم 15-16، احمد جمعه كان موجود في 16-17 و17-18، حتى موسم الاتحاد السكندري السيء نسبيا 14-15 كان محمد حمدي زكي موجود كسادس هداف الدوري. ده يقودنا لسؤال مهم جدا، هو ايه اللي حسام حسن بيعمله مع المهاجم؟ هنا المعيار الثالث بيخش معانا عن دور حسام حسن فنيا مع الفرق اللي دربها. بيحكي لنا احمد جعفر عن فتره تولي العميد لتدريب الزمالك في الولايه الاولى، وبيقول ان حسام حسن كان دايما مكلفه انه ينزل كل الكور العاليه اللي بتكون ملعوبه من ورا لقدام. كمان بيتكلم عن بعض الجمل الفنيه اللي كانت بتتكرر كتير على صعيد التدريب، منها مثلا الجمله اللي كانت في مباراه بتروجيت بين شيكابالا حسين ياسر صبري رحيل واحمد جعفر اللي سجل واحد من اجمل اهداف الزمالك في هذا الموسم. بيحكي لنا كمان جعفر عن جملة تانية كانت عند حسام حسن، وهي في الكرات العرضية اللي ملعوبة بقوة، كان هنا أحمد جعفر لازم ياخد المدافع ويروح على الأيمن القريب ويفوت الكرة للاعب اللي جاي بوشه واجه للمرمى، وده اللي حصل حرفيا في هدف حازم امام اللي سجله في الشباك المصري من اسيست شيكابالا. كل المعايير دي حسام حسن قدر انه ينجح فيها مع الزمالك، لكنها كانت بتقودنا لسؤال اكتر اهميه. ايوه، يعني هو بعد كل النجاح ده ليه الزمالك ما خدش الدوري في عهد حسام حسن؟ جمهور الزمالك كان عنده نظريه المؤامره في القصه دي، واعتبر انه الظلم التحكيمي اللي الفريق تعرض فيه في مباراه المقصه تحديدا كان واحد من الاسباب المهمه لخساره
الدوري في موسم 10-11. شخصيا بعتبر ان سبب خسارة الزمالك للدوري بعد ما كان راكب المسابقة ظهر في مباراة الاهلي والزمالك 2-2. دكة الاهلي فيها سيد معوض واحمد حسن وامير سعيود ودومينيك، ودكة الزمالك كان فيها بجانب النجم هاني سعيد مجموعة من المواهب الشابة زي الراحل علاء علي، محمد امين عدية، محمد يونس، والحارس الشاب وقتها محمود جنش. قبل ما نقفل موضوع الزمالك لازم نقول ان الكابوس اللي عاشه النادي من 2005 لحد 2013 قدر فيه حسام حسن انه يعمل الموسم التنافسي الوحيد مع الاهلي، بمعنى انه فرق النقاط كان 5 نقاط، وده اقل معدل نقاط في الفتره دي. موسم 2006-2007 كان فيه نفس معدل النقاط، لكن الفارق رهيب بين الموسمين، لان موسم 2006-2007 كان الاهلي فيه خد اللقب بشكل مبكر جدا وقرر انه يريح اللعيبه في الاخر، لكن الموسم ده موسم 10-11 حسام حسن قدر انه يجبر الاهلي انه يلعب بقوامه الكامل حتى اللحظات الاخيره لحد ما تم اعلانه كبطل الدوري. تجربة حسام حسن مع المصري من 2015 ل 2018 وصل فيها لأقصى ما يمكن تقديمه، مربع ذهبي في كل موسم ثم مركز ثالث في الموسم الثالث، الوصول لقبل نهائي الكونفدرالية. وبعيدا عن المشكلة اللي حصلت بعد رحيل حسام من المصري البيراميدز، لكن نقدر نقول هنا ان حسام كان حاسس انه عمل أقصى حاجة يقدر يعملها، وانه كان محتاج انه يروح لفريق إدارته بتصرف على النادي بشكل أكبر، بتجيب النجوم الجاهزة، وما يكونش هو المدرب اللي كل مرة مطالب إنه يكتشف اللعيبة ومطالب إنه اللعيبة دي تتحول لنجوم يقدر النادي يستثمرها بعد كده. على صعيد العوامل اللي اتكلمنا فيها قبل كده عن حسام مع الزمالك، نفس العوامل دي كانت موجودة مع المصري. احياء مسيرة بعض اللاعبين زي كوفي واحمد شكري واحمد رؤوف، اللي قال حرفيا ان حسام حسن اعاد مسيرته من تاني بعد فترة كانت غير موفقة مع الاهلي. رؤوف بيقول ان رغم صراعه على رقب الهداف في موسم 15-16 لانه العمل الجماعي وفوز الفريق كان اهم من منافسته على لقب الهداف. رؤوف بيأكد على ده من تاني وبيقول ان رغم انه كان بينافس على لقب الهداف الا انه ما كانش متخصص ضربات الجزاء في الموسم ده، لانه كان فيه في الفريق لعيبة افضل منه في تنفيذ ضربات الجزاء، رغم انه واحد مثلا زي مروان محسن اللي كان موجود في الاسماعيلي وقتها تخطى رؤوف في سباق الهدافين بفضل ضربات الجزاء، لكن في النهاية فضل العمل الجماعي في المصري هو اهم شيء. بجانب العمل الجماعي كان كمان حسام قادر يكتشف مجموعه من اللاعبين زي اسلام عيسى وغيره وغيره من الاسماء، لكن كان فيه هنا عامل مهم جدا، مهم انه يضاف لاسباب نجاح التجربه دي تحديدا بالنسبه لحسام مع المصري. العامل ده وهو خاص بحسام نفسه اللي ما كانش مجرد مدير فني في المصري، ولكن ادواره كانت اشبه بمدير رياضي، وبالتالي التجربه دي كانت مريحه بالنسبه للعميد، النجاح فيها كان مستمر ومتواصل لحد ما وصلت إلى أقصى ما يمكن تقديمه. تجربة الاتحاد السكندري في موسم 14-15 كانت التجربة الوحيدة الغير موفقة بالنسبة لحسام حسن تدريبيا بالمعايير اللي ذكرناها، بمعنى انه ما قدرش يعمل طفرة على صعيد النتائج، لانه الاتحاد السكندري في الوقت ده كان عنده لعيبة مختلفة كليا عن الزمالك وعن المصري، وكان محتاج العميد انه يدخل في اكتر من سوق انتقالات وانه يقدر يبني مشروع زي اللي كان عامله في المصري. بالرغم من ده بيحقق نتيجة تاريخية وبيفوز على الاهلي ب4 اهداف مقابل هدف، وبيساعد محمد حمدي زكي انه يخش في سباق الهدافين زي ما ذكرنا قبل كده. عودة حسام حسن للاتحاد حاليا هو تحدي كبير جدا، اولا لانه حابب انه يمحي الصورة السيئة لموسم 14-15 زي ما عمل مع المصري تقريبا، والحاجة التانية لانه فريق جماهيري، والحاجة التالتة انه الادارة عندها النية انها تعمل مشروع زي اللي حسام عمله مع المصري بالظبط. يبقى النقطة الأخيرة اللي فضلت إنها تكون في نهاية الحلقة، وهي موضوع المدرب الحماسي. الفكرة اللي اتصدرت لحسام حسن وكأنها الحاجة الوحيدة اللي بيمتلكها، حتى اللي بيقولها مفكرش إنه يعرف الجملة نفسها. الحماس اللي عمره ما هيفيد أبداً اللاعب أو الفريق لو ما كانش عندهم إضافات فنية يقدروا يقدموها في الملعب، لكن الحماس ممكن يقدر في الوقت الصعب وإنت حالتك كويسة في الملعب إنه يخليك تعمل ريمونتاد على بتروجيت، ويبقى حسام حسن محتاج يزق في عمرو الصفتي لأنه حاسس إنه المكسب جاي، زي عمل مع داميان لوي مدافع الاتحاد في مباراة بيراميدز وزقه على الملعب بعد ضياع ضرب الجزاء بيراميدز لأنه برضه كان حاسس إنه المكسب جاي، وتبدأ الهجمة من عند لوي لحد ما يسجل الاتحاد هدف الفوز.
حسام حسن أكبر من مجرد مدرب حماسي، ممكن ينجح مع الاتحاد وممكن يفشل، لكن الأكيد إن العطاء اللي قدمه في العشر سنين اللي فاتوا كمدرب يستحق كل التقدير وكل الاحترام، على أمل إنه الحظ في يوم يجي على رأس كبير الهدافين ويوصل بيه للمكان اللي بيتمناه.